بات واضحا مع الموجة الثانية من فيروس كورونا أن الإصابة بالعدوى قد تتكرر أكثر من مرة. هناك الكثير اشتكوا من تعرضهم للإصابة مرة أخرى، وتباينت أعراضهم في المرة الثانية بين حدة أقل أو أشد، مما أثار المخاوف لدى المتعافين من تكرار إصابتهم بالفيروس. وحول هذا الشأن تنضم معنا من الدمام الأستاذة عائشة الحمدان، أخصائية مكافحة العدوى في مستشفى قوى الأمن بالدمام، لتفسير تكرار الإصابة بفيروس كورونا وأيضا معرفة علاقة شدة المرض بالأجسام المضادة التي ينتجها الجسم وفترة عملها وأيضا تأثيرها على المصابين حتى بعد التعافي. صباح الخيرات. أهلا وسهلا بك. أهلا، صباح الخير. صباحك سعادة. يعني عندنا أسئلة كثير حول الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا. هناك من تحدث على أنها كانت أقل شدة في شدة الأعراض، وهناك من تحدث على لا أنها كانت أقوى، فما هو التفسير العلمي لذلك؟ طبعا تكرار الإصابة يعتمد بشكل كبير على الجهاز المناعي بالجسم. طبعا لما يتعرض فينا الشخص لعدوى الإصابة ويصاب بعدوى إصابة بكوفيد 19 ويدخل الفيروس للجسم، هنا يبدأ الجسم بتكوين أجسام مضادة. أو الهدف أو السبب وجود الأجسام المضادة هذه اللي هي حماية الجسم، محاربة الفيروس، المحافظة على استقرار الجسم وتخفيف الأعراض أو الأعراض المصاحبة لدخول الفيروس أو إلى حين اختفائه. وهذا يبرر أو يفسر أنه بعد الإصابة بيوم أو يومين تبدأ الأعراض تخف إلى حين اختفائها، وهذا هذا دليل أنه الأجسام المضادة موجودة داخل الجسم. طبعا المناعة تختلف من شخص إلى آخر، مناعة الشخص الطبيعي مختلفة عن مناعة الشخص على المرأة الحامل، مختلفة عن الشخص الكبير بالسن أو الطفل أو حتى الناس اللي عندهم أساسا أمراض بالجهاز المناعي. فبالتالي الأجسام المضادة بالجسم راح تكون مختلفة باختلاف الجهاز المناعي أو قوته. فلما يكون الشخص الطبيعي حسب الدراسات الحالية أنه الأجسام المضادة قادرة أنها تبقى بالجسم لمدة تتراوح من 5 شهور إلى سنة. طيب في ناس يكونون مصابين بعد 3 أشهر، غالبا أنه عندهم ضعف بالجهاز المناعي أو الأجسام المضادة قدرتها بس أنها تغطي 3 أشهر مثلا. بالتالي في احتمالية كبيرة أن بس بمجرد اختفاء الأجسام المضادة هذه في احتمالية كبيرة أن الشخص يصاب مرة ثانية. جيد، للتوضيح الأجسام المضادة لا تمنع الإصابة بالفيروس ولكن تقاوم الفيروس، هل هذا صحيح؟ لا، الأجسام المضادة عندها قدرة أنها أنها تخفف شدة الإصابة أو أنها تمنعها. يعني مثلا بعد الإصابة خلال 3 أشهر مثلا اللي تليها، عشان كذا إحنا نشوف نادر ما يصاب الشخص مرة ثانية بعد شهر أو شهرين. صح، في ناس بعد شهر نرجع نفحصهم ويطلعون إيجابيين. هذا قد يفسر أنه الفيروس أو بقايا من الفيروس موجود داخل الجسم، بس غالبا ما له ضرر أو ما يأثر وغير معدي. يعني نعم. اللي يكون عنده أجسام مضادة لما يتعامل مع شخص في فيروس كورونا ما تجيه الإصابة؟ لا، غالبا راح تحميه. الأجسام المضادة عندها قدرة أنها تتذكر الفيروس، فبمجرد دخول الجسم راح تحاربه وتقضي عليه حتى قبل ما يبدأ أنه يتكاثر أو أنه قبل ما يبدأ حتى يبين فيه أعراض. نعم. طيب حنتكلم شوية عن تأثير الإصابة مثلا على الأشخاص بعد التعافي، يعني بعد تعافيهم من كورونا إيش الأشياء اللي بتظل معهم؟ يعني سمعنا أو قرأنا عن تجلطات في أماكن مختلفة، البعض مثلا كان عنده تساقط في الشعر، حواجب ورموش وشعر الرأس، إيش العلامات اللي كانت بين أو مشتركة ما بين كل المتعافين من كورونا؟ غالبا في اعراض او في اللي احنا نسميها complications او بالعربي نسيتها. طيب بس الاشياء المصاحبه بعد الاصابه تختلف من شخص الى اخر، في اشياء على المدى البعيد وفي اشياء على المدى القصير. نعم. حاليا يعني عن تجربه شخصيه مع الناس اللي مثلا او اللي شخصت اصابتهم مثلا عندنا بالمستشفى، ما شاهدنا الحالات اللي تستمر عندهم اعراض لفتره اطول، يتعبون لفتره اطول. هذه ما يعني عن شخصيه، عن تجربه شخصيه ما صادفناها. بس ممكن اعتقد ان في دراسات الى الان جاريه بخصوص على المدى البعيد، هل يتاثر مثلا على الجهاز التنفسي على المدى البعيد، هل تاثر على التجلطات على المدى البعيد. فزي ما قلت لك في اشياء مدى قصير هذه الى الان يعني بالنسبه لي كتجربه شخصيه ما شاهدتها، بس فيه على المدى البعيد.
نعم، يعني اللي مصاب بالفيروس يتخوف من عودته أو حتى الجميع، نقدر نفهم من كلامك أنه المناعة ثم المناعة ثم المناعة دائما وأبدا أولا يجب تعزيزها. صحيح. صحيح. وفي نقطة ثانية أنه الشخص مثلا المتعافي قد يظن أنه خلاص يقدر يتراخى، يقدر يستهتر، ما يطبق الإجراءات الاحترازية. صحيح. في نقطة مهمة اللي هي بالنسبة للشخص المتعافي. هو صح ممكن أنه ما يصاب فيه خلال الأشهر بعد الأشهر الأولى بعد التعافي، الشهر الأول والثاني والثالث، بس قد يكون ناقل للفيروس. طبعا احنا كلنا نعرف أن كوفيد 19 ينتقل عن طريق الرذاذ، الرذاذ هذا ممكن أن يسقط على الأسطح. طيب بعدها يجي الشخص بعد الشخص المصاب يسقط على الأسطح، يجي شخص متعافي يلمس الأسطح هذه، ممكن ينقل الفيروس عن طريق يده أو عن طريق حتى الأشياء، عن طريق الجوال، عن طريق أي شيء يعني خاص فيه، ممكن أنه ينقله مثلا للبيت، ينقله للعمل، ينقله للسيارة. فهو صح ممكن ما يصاب، بس ممكن أنه يتسبب بعدوى غيره. يعني شهدنا على الأشياء، يعني كثر ما يقدر الشخص صح ما يفكر بس بنفسه أنه أنا خلاص صرت متعافي أقدر أخذ راحتي خلال 3 أشهر التالية، بس مهم أنه يفكر بالناس اللي حوله. كلنا عندنا أشخاص نحبهم وعزيزين علينا، سواء كان كبير بالسن أو أطفال. يعني شهدنا على أطفال أعمار 7 شهور، يعني كان بسبب أنه الناس اللي حاملتهم أو الناس اللي شايلتهم هم اللي تسببوا بنقل العدوى لهم. فمهم أن الشخص بعد التعافي يستمر بالإجراءات الاحترازية والوقائية. طيب أنا عندي تساؤل، ماني عارفة إذا حتقدري تجاوبين عليه. الناس اللي بناخذ منهم البلازما الدم ونحقنها في مصابين أو مثلا مصابين علشان التعافي، طيب الآن إذا إحنا قلنا أنه حتى وإن كان جسمك مكون أجسام مضادة، برضو بعد كذا أنت ممكن تصاب مرة أخرى، تفسيرها العلمي طب كيف بنعالجهم بالبلازما؟ صراحة البلازما هذا ما هو مجالي، بس احنا سمعنا بدراسات بداية الجائحة كانت عن البلازما، بس ما اعتقد انها حققت نجاح كبير، عشان كذا ما حد من الدول تبنها او طبقها. بس اعتقد من وجهة نظري ان التعامل الامثل راح يكون باللقاحات، كثر ما قدرنا انه نعطي كمية يعني كثر ما قدرنا نعطي اللقاح لمجموعة كبيرة بالمجتمع، راح باذن الله يكون حماية او وقاية للباقي بإذن الله. شكرا لوجودك معنا وأيضا حديثك. الأستاذة عائشة الحمدان، وأنت أخصائية مكافحة العدوى في مستشفى قوى الأمن بالدمام، يعطيك العافية. الله يسعدك.